في طبيعة هذه الألوان الأطوال الموجية، في طبيعتها أنها إذا مزجت بنسب محددة هي كذا 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 تعطي لون جديد اسمه اللون إيه البربوزي اللي صفاته طول الموجي كذا كذا كذا. مظبوط؟ أنا أقول لك مسألة في طبيعة كذا كذا هي معناها تساوي محكومية هذه الأشياء لقانون، يبقى القانون سابقا، صح ولا لا؟ أما إذا انتحرت عليهم تقول لي لا أنا حقول هي هيك وخلاص، بقول لك أنت رفعت الرأي البيضاء وكففت عن إيش؟ عن مطلب التفسير. وهنا ينتهي عقلك. لا، عقل غيرك بده يبحث. ليش؟ عشان في الأخير يسلم أنه قاده إلى مبدأ التصميم والخلق وتقنين القانون. إذن في البداية نعود ونختم، في البداية كان الوعي، واضح؟ كانت الإرادة، كان الهدف في عمق المسألة، هو هكذا. إن شاء الله ربما في حلقة أخرى أتلو عليكم أشياء بسيطة من بعض يعني إقرارات العلماء الكبار، وبعضهم ملاحدة يعترفون أنه في النهاية إما أن نتوقف وإما أن نذهب إلى ما وراء. بيعترفوا أنه يا نبي نعجز نعترف بالعجز. مدور، مدور إنجليزي ملحد قال هو هيك، يا ابني اعترف بالعجز، احنا عايزين ما في ما خلص. يا نوحي ليش على المسمى الإله هذا، اختار لك واحد منهم. شفت؟ أنا لا، أنا بصراحة بتريحني كثير كثير ناس كثير ولا ما قلت لك لا، بريحني كثير كثير كثير. التسليم بقوة عاقلة فوق الكون، حاكم على الكون، هي اللي نظمته كله، هي اللي حطت فيه الروح العامة. تخيل، لأنه في الأخير الكون كمادة ما بيقدر يفسر حاله، كما قلنا زي ما قال وايت هيد، إذا الكون كمادة لحالها أو كلمة إيه اللي ذكرناها في الدرس السابق، كلمة جميلة جدا، قال لو كان فعلا الكون حقيقة مادية والعقل تبعنا حقيقة مادية والنظرية الصحيحة هي نظرية مادية، فلن نستطيع أن نعرف صحتها. تعرف ليه؟ لأن المادة لا تفسر المادة، المادة لا تقدم تفسيرا، مش هتفهم، هتنتفهم كيف التعقل نفسه، مسائل لها عمق سبحان الله. لذلك أنا أنصح إخواني الملاحدة والمؤمنين أيضا، أسأل الجميع والله ألا يستعجلوا في البت في هذه القضايا، خاصة الملاحدة، أقول لهم اقرأوا واقرأوا كثيرا وخذوا الأمور بجد، ولا تختاروا أن تقرأوا للملاحدة فقط، لأنه مصيبة أن يقرأ إنسان بسيط أو ثقافة عادية ومستوى عقلي محدد لعالم ملحد كبير أو فيلسوف ملحد هائل قضى حياته في الإلحاد والمشاكسة، يضيعك تضيع، لا تستطيع، ستقتنع بكل ما يقول. فأنا أقول لك لكي تنصف نفسك وعقلك والحقيقة من وراء ذلك، اقرأ لجميع الأطراف، اقرأ لفلاسفة مؤمنين، يعني بعضهم كتب ينتقدوني، قال لك عدنان إبراهيم متأثر فيما يقول بويليام كريك، أنا أقول لك أقل واحد استفدت من ويليام كريك على الإطلاق، كم مرة اقتبسته أنا تبعت له بعض الحوارات جميلة وجيدة كذا، ولكن كل ما قالوا أنا أعرفه، أعرف أعمق منه بكثير بفضل الله عز وجل، وأنا قلت لكم وعدتكم وسوف وما زلنا في البداية. الفلسفة الإسلامية العقلانية لا يمتلكها الغرب، أعمق بكثير مما ظنوا. عودوا إلى خطبتي يسألونك فمن خلق الله، معناها خطبة غير تامة، وأنا متأكد الكثير لم يفهم رسالتها بشكل جيد، هي صعبة. الجواب الذي قدمته صعب جدا، هذا لم يستوعبه لا كانت ولا هيوم ولا رسل ولا سارتر، كلهم لم يستوعبوه، وهو الجواب الحقيقي على فكرة والقوي جدا جدا، ما بيعرفوه، هم لم يقرأوا فلسفة ملا صدرة رحمة الله عليه، لم يخرجوا يعني قصارى ما عندهم يعرفون بعض تعيات المتكلمين لدينا عندهم اللاهوت، لكن مثلا الفلسفة المتعالية لم يعرفوها، وهي التي قدمت الجواب العجيب حين أجابت إيه بتحليل وتفكيك مفهوم العلية، فإذا بالعلية هي حقيقة وجود الموجود، أي موجود، وجوده وجود اعتلاقي فقط، شيء رهيب مذهل هذا مولى صدرة، هذا لا يفهمه لا كانت ولا رسل ولا بعرفوه. نحن قدمنا مين وليام كريك مع احترامنا يعني وتقدير لكل مفكر وكل باحث وفيلسوف مؤمن أو ملحد، فللأسف هذا يظن إيه إنه عدنان بما أنه اقتبس كريك يعني أو نوه به في أول حلقات، معناها إيه لو افترضنا حتى إنه إيه كلامه هو كلام كريك، وهذا غير صحيح بالمرة أصلاً، لكن لو افترضنا ما يشينه لأنه كريك فيلسوف مؤمن، أقول مؤمن أشطب عليه، غلط، أنت لست منصفاً، عليك أن تقرأ وتسوى باحترام للملحد كما للمؤمن. اليوم واحد كتب على خطبة الكوكو قال ايه عدنان ابراهيم كتب طبعا باستخفاف نفس الشيء،
ومين قال له انه كانه انا مش عارف نتفهم. انا قرات هون عمري 14 سنه اصلا واعرف كل هذه الاشياء من قديم بفضل الله من 30 سنه. قال حدنا ابراهيم كانه لا يعرف ان الدجاجه اصلا تطورت عن طيور اخرى. كيف لا اعرف؟ كيف لا اعرف يا رجل؟ انا ساعود واسالك عن اول طير باض. انت الحين يعني هل كتك كلمه دجاجه؟ مغوز من الدجاجه او الكتكوت؟ يا سيدي بلاش. اول طير بيض، اول طير باض كان لابد ان يقلب، صح؟ انا اسال عن مصدر التقليب. انتهينا. ايش العقليات هذه؟ بيعترضوا باشياء يعني، وانا لذلك ما بعرف يعني، وكل كثير جدا اعتراضات بهذا المستوى، وبضحك وبضل امضي، ما مش فاضي اضيع وقت اضل اعلق. بقول حيجي ومتعلم وحيفهم لسه، ما لسه بسيط. مش معناه انه كل كلامه صحيح وكلامي يعني، لا، ولكن بقرا اشياء بهذا المستوى مساكين. ما فيش مستوى. لازم نقرا كثيرا. ونقرا بجد وباحترام، كما قلت وبانصح، بانصح نفسي واخواني، لا تقرا لتقارعني. انا لا شايفك وانت شايفني ولا في علاقه بيننا. اقرا لتخدم نفسك. اياك اياك تقرا فقط راح تصارع الناس وتعلق تعليقات في اليوم. لا 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 لا، اقرا لكي تعرف انت المساله جد. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.